بل ستحل كل الأحزاب الدينية في مصر، وهذا الكلام قلته منذ فترة، ستحل كل الأحزاب الدينية في مصر، وسيرجع القوم رغما عنهم إلى الدعوة. ولكن إذا رجعوا إلى مقام الدعوة، إذا لم يتوبوا إلى الله فإن رجوعهم سيكون رجوعا مشؤوما، هيبقى رجوع مشؤوم. اللي هيرجع عن سكة الضلال دي لابد أن يتوب أولا، لابد من التوبة، لأنه إذا لم يتوب معناها أنه إذا تهيأت الظروف ترجع ريمة لعادتها القديم. إذن هو مستبطن نفس الفكر الحزبي أو معالجة الأمور بمنهج الديمقراطية، هذا أمر سام وضار. الديمقراطية بالضبط عاملة زي السموم الذي إذا انتشرت أفسدت الأبدان، فكذلك هذه الديمقراطية تفسد الأديان.